نراه ونشاهده اليوم في مهرجان أبوظبي للعلوم يمثل أولا تحقيق للرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في رعايته لهذا المهرجان منذ بداياته، واستمرار هذه الرعاية مع تطور هذا المهرجان بحيث أصبح يغطي مساحات كبيرة جدا من المجالات ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا. بدأ أولا كان في أبوظبي، والآن الحمد لله له منصة في أبوظبي وأخرى في العين، الإقبال عليه يتزايد، والإنسان يفرح لما يرى شغف أبنائنا وبناتنا بالتعلق بقضايا تنمي لديهم الإبداع والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا. أنا الحقيقة أشكر شركائنا الإعلاميين على تواجدهم معنا، وأتمنى أن يظل هذا التواجد خلال أيام المهرجان التي تمتد لعشرة أيام، وأدعو كل ولي أمر إلى أن يبادر ويصطحب أفراد أسرته إلى مثل هذا المهرجان، لأن في هذا المهرجان يتعلم أبنائنا وبناتنا أمور قد لا يتعلمونها داخل المدرسة وقد لا يتعلمونها في بيوتهم. هذا المهرجان يفتح آفاق تتعلق بالمستقبل أمام أبنائنا وبناتنا، يفتح آفاق الإبداع والابتكار لما يروا أقرانهم أو من هم أقل سنا منهم وقد امتطوا يعني طريق الإبداع والابتكار وبدأوا بشيء عملي يشعرهم بالتميز ويشعرهم أيضا بأنهم لهم دور يستطيعون أن يقدموا من خلاله إضافة لمسيرة التنمية.